ونتعرف مباشرة على أحوال الطقس لليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد انخفاضا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، ليسود الطقس معتدل نهارا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب البلاد. هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء وكذلك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم بمحافظة الجمهورية، حيث تكون درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 17 درجة والعظمى 27، في الأسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25، في مطروح الصغرى 16 درجة والعظمى 24، وفي بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 27، أما في الإسماعيلية فتكون درجة الحرارة الصغرى 17 درجة والعظمى 29. بالانتقال إلى درجات الحرارة في شرم الشيخ، تكون درجة الحرارة الصغرى 22 والعظمى 23، في الغردقة تكون درجة الحرارة الصغرى 22 والعظمى 23، في الأقصر الصغرى 21 عفوا والعظمى 34، في أسوان الصغرى 22 والعظمى 35، أما عن درجات الحرارة في حلايب فتكون الصغرى 27 والعظمى 30. أما للتعرف أكثر مشاهدينا على حالة الطقس اليوم، تنضم إلينا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة منار، ومنتظرين منك تكلمينا عن حالة الطقس النهاردة. صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة سمر، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة، درجات الحرارة اليوم هتنخفض عن الأمس بحوالي درجتين. طبعا احنا لسه بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالاضافه كمان لوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، وده بدوره بيحجب جزء من اشعه الشمس، عشان كده هنحس بالطقس خلال فتره النهار طقس ربيعي معتدل تماما على كافه انحاء المناطق الموجوده في شمال البلاد، سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، هيكون حار على محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار، اما خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس، الطقس بيكون مائل للبروده على سواحلنا الشماليه، القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، معتدل على جنوب البلاد خلال فترات الليل. بالاضافه كمان ان احنا على مدار اليوم هنلاحظ نشاط للرياح، ويمكن كمان سرعات الرياح تنشط اكثر بعد فتره الظهيره، سرعات الرياح هتكون ما بين ال 35 وال 50 كيلو متر على الساعه، فسرعات الرياح دي هتؤدي مزيد من الاحساس بالاجواء الربيعيه المعتدله فتره النهار، البروده خلال فترات الليل، بالاضافه كمان قد تكون مثيره لبعض الرمال والاذربه خاصه في الاماكن المكشوفه او الاماكن الصحراويه. كمان اليوم متوقع طبعا فرص سقوط امطار خفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، هتمتد كمان لبعض المناطق من شمال الدلتا، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه. اليوم هو ذروه انخفاض درجات الحراره، متوقع من غدا الاثنين ان شاء الله تبدا درجات الحراره ترتفع بحوالي 4 درجات على القاهره الكبرى، وعلى مدار باقي ايام الاسبوع هنستمر في ارتفاع درجات الحراره والاجواء الحاره فتره النهار اللطيفه خلال فترات الصيف باذن الله. بتوجه إليكي بجزيل من الشكر دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.